السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الشلف لنتعرف على واحدة من أجمل الحدائق في الجزائر واللي تقع في مدينة الشلف إذن، واللي نلاحظ الصور هنايا حديقة رائعة خاصة بعد ما تم التأهيل تاعها هذه السنة، واللي هي حديقة قديمة على كل حال تعود إلى أكثر من 20 أو 30 سنة، وتم توسيعها وإعادة تجديدها وإضافة بعض الأشياء تاع لي موبيلي أوربان، سكون أبال لي موبيلي أوربان، لي لومبادير ولي بون تاع البوبليك وكذا. إذا نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو وتتمتعوا بهذه الصور الرائعة لهذه الحديقة الرائعة والكبيرة جدا التي تقع في مدينة شلف بالغرب الجزائري. والسلام عليكم.